الاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان من السنة أم أنه بدعة مع الدليل؟ الاحتفال بالمولد وهكذا ليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رجب على أنها بناء على أنها الإسراء والمعراج ولم يثبت هذا، ثبت الإسراء والمعراج ولم يثبت أنه في ليلة 27 من رجب، ويوم الهجرة وعيد الثورة، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنت إذا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره وقرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها ما وجدت دليلا على هذه البدع، بل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، فمن زاد عيدا على هذه، وهكذا نسيت عيدا شنيعا تصحبه عقيدة شنيعة وهو عيد الغدير الذي يقوم به الشيعة، وهكذا ما يفعله الشيعة في إيران. وقد تدبت إلينا هذه البدعة في ماذا؟ في يوم عاشوراء المهم يا أخوان. البدع تتوالى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عما يعصمنا من البدع ومن الفتن. يقول العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط خطا مستقيما وخط بجانب خطوطا، فقال: ما من خط، قال: هذا صراط الله المستقيم، الخط المستقيم، وتلكم الخطوط، يقول: ما من خط إلا وعليه شيطان يقول لصاحبه أقبل أو بهذا المعنى، يدعو إليه، يدعو إلى تلكم. ونحن بحمد الله قد عصمنا الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع ومن المحدثات. وإنني أنصح كل أخ في الله أن يقرأ كتاب الاعتصام للشاطبي. الاعتصام للشاطبي هذا كتاب قيم حارب فيه البدع، حارب فيه البدع وقول من قال بدعة حسنة أو بدعة وكذا إلى غير ذلك. لا، ليس فيها بدعة حسنة، ليس فيها بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من ألفاظ العموم